800 قنينة بلاستيكية كانت كافية لإبداع مجسم ضخم لسمك القرش، وهي تحفة فنية بدلالة كارثية تحيل على الأخطار التي تنتج عن النفايات البلاستيكية داخل محيطات العالم. وهي مبادرة تحسيسية من منظمة جرين بيس التي اختارت من شاطئ طنجة منصة لبعث رسالة إلى العالم. روبورتاج صديق بن زينة وفريد غيث. يحمل هذا المجسم دلالة القاتل والضحية من خلال توظيف أزيد من 800 قنينة بلاستيكية في إنجاز مجسم للحوت، وهي إشارة أراد من خلالها من كان وراء هذا الإبداع إبراز خطر النفايات البلاستيكية على الأحياء البحرية، فكان أن أقيم هذا النصب الرمزي في شاطئ طنجة بهدف تحسيسي نبيل. وجمعت تقريبا ما يزيد على 800 قنينه ديال البلاستيك اللي صنعت فيها هذا المجسم اللي هو ورائي، وهذه الحمله هذه كتقوم بها هذه الجمعيه، الهدف منها وهو تحسيس المواطنين المغاربه من الخطر ديال البلاستيك اللي كيخلق ضرر كبير للحوت والمحيطات كاملين. خرطنا في هذه التجربه بمشاركه مع جرين بيس باش نحسوا الساكنه المحليه ولا الساكنه الوطنيه ولا حتى على المستوى الدولي باش نحميو المحيطات ديالنا، لان المحيطات صبحت مهدده بالتلوث، خصوصا بالتلوث رمي النفايات الصلبه والنفايات السائله. وتأتي مبادرة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل أن تبعث رسالة من شواطئ المغرب إلى العالم للمطالبة بالحفاظ على المحيطات في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بالأمم المتحدة من أجل حث قادة العالم على التوقيع على اتفاقية لإعلان 30% من محيطات العالم كمحميات طبيعية. فاليوم احنا هون بطنجة بننظم هاي الفعالية لنعلي نداءنا مش بس من طنجة بس من كل الوطن العربي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنطالب قادة العالم بحماية المحيطات. وتشير الإحصائيات إلى أنه في أفقها الخمس سنوات القادمة سيقابل كل 3 كيلوغرامات من الأسماك في محيطات العالم كيلوغرام واحد من البلاستيك، واقع خطير يتهدد الثروات الإحيائية البحرية. وكانت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أطلقت خلال الصيف حملة تحسيسية في أكثر من 100 شاطئ من أجل تصدي النفايات البلاستيكية بمياه البحر.
أهل.